هنبدأ جولة الإعادة يعني باكر بإذن الله وبعد باكر إن شاء الله. تم تعزيز الخدمات على جميع المراكز الانتخابية ومقر اللجان العامة وجميع المحاور المرية والميادين والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية. الحماية المدنية يعني قامت بدورها بتعقيم أماكن الخدمات قبل بدء المرحلة الانتخاب بوقت كافي، والجميع الخدمات مستنفرة ومتواجدة حتى انتهاء وإتمام العملية الانتخابية. في حملات استباقية بمجموعات عمل مشتركة ما بين المديرية وما بين الأمن الوطني والأمن العام، بيتم من خلال هذه المجموعات والحملات ضبط العناصر الخارجة عن القانون. بيبقى فيه سيارات مفرقعات بعناصر بتمر على اللجان وبتتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة، أي مواد مفجرة طول اليوم.